والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الأخبار؟ اليوم مساكم خير طيبين تمام. السلام عليكم، نسب لك حمود 88 سباكس من قناة. اليوم جايب لكم لعبة تختيم جديد، لعبة كابتن ماجد، ورجعنا لكم من جديد بلايف كومنت جديد. هالمرة معنا تختيم لعبة كابتن ماجد. طبعا تونا خلصنا الأطوار التعليمية اللي هي حقت كيف تلعب ما تلعب، الحين دخلنا هنا بالجد واللعب الحماس والأشياء هذه، عشان بس إني ما حبيت إني أطول المقطع بزيادة. طبعا زي ما تشوفون الحين عندنا تشكيلة فريق كابتن ماجد. طبعا الثلاثة ذولي عليهم قفل انه ما راح يتغيرون لان هم مهمين بالفريق. طيب الحين انا اشوف من عندي بالدكة، ولا واحد بالدكة قوي، يمكن واحد بس اللي هو الحارس ذا، بس انه بشار افضل منه. ما راح اعتمد على الناس اللي في الدكة، هنحطي مركز كابتن ماجد هنا. طبعا راح نلعب ضد فريق اجل ابدا المباراة. طبعا الحين انا قاعد العب كابتن ماجد من يوم هو صغير، من يوم ما كان يطمح يحلم انه يلعب اساسي في منتخب اليابان. لا من بدري على طول، نبي هدف من بدري. تقريبا لا يا اخي، شلون المرضى؟ انا فيني غلطة دائما اكترثها حتى لما العب فيفا، ابني اروح للاعب يبا خلاص كان بيسويها فيني والله، كان بيقدر بي. طب وين كابتن ماجد؟ كابتن ماجد وين؟ شلون ما يعرف هذا الكورة؟ اطلع اطلع. اوري اربعة علي. وش الحل؟ حلو حلو. أخي ليه يا أخي؟ إيه كتفه. ماتت لياقة، طلع ما في لياقة خلاص. كيف فجأة بنط؟ وقف قدامي. تكفى بشار. الحمد لله. أنت の顔面を狙ったシュートはそのまま避けている。それやるな。なん？俺は嬉しい。يتحدى تحدي خاص كامل لنا. ليه؟ حلو حلو. حلو الفرصة قدامك. هدف. أخي الله يا غارب يكون حارس. شلون؟ ايوه حلو. هذا هدف بعد قريب بعد. مقادير يا قلب العنا وش يسوي فيه؟ حلو اخي اخي. ايه يا اخي ايه خلاص انهي هدف. بالدم بالدم قطع السين. شوف كيف، شوف المرور كيف.
المشكلة أنا أروح لعبة خاصة ما أدري ليه أروح أنا ما. يعني أتوقع بيطلع من طورة ده. شوف. لا لا. والله مال الحارس. تقدم تقدم تقدم. شكرا شكرا بشار. الله شكرا بشار. فدائي فدائي يا بشار. ابوي ابوي بشار ابوي. ابوي بشار فدائي ابوي. ما الله ياخذك يا شيخ. الله ياخذك الهدف. حلو حلو. ابوي بشار ابوي. ابوي بشار ابوي كمل كمل. انا نفس الرتم. الشوط كم دقائق؟ طبعا يا اخوان شغل تعليق والله. اغلب المط... اغلب ال 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 ذا شو نساك فين عن ام الحاله يا شيخ. والله شكرا يا اخوان. مش السالفه ايه 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 تسديد من بعيد تسديد من بعيد تسديد من بعيد تسديد من بعيد تجي هذا في راسه. حرام يا اخي. لازم اضبطها لازم. اي لعن ام الحاله دفني والله. المفروض والله يكون على الاقل في فاول. اوه حلو حلو شكرا لك. والله يا اخوان ترى اغلب المقطع تلاقوني ساكت ترى والله شغل تعريف. اخاف اللعبه تنرفزني ولا شيء. يطلع اطلع من العن ام الحاله. ذا اللي اسمه ماهر ذا. ناس يبلي في كل مكان. والله شكرا. فهمي من اسمه ذا. اوه هي. والله شكرا بشار. والله انت عمي ايش فيك انت؟ اترى انا شيء انت. حلو. يا اخي ليه الفلسفه دي؟ ما ادري ليه الفلسفه هذه. انا طولت الكوره ما لها داعي طولها. فلسفه زايده. طبعا ما انا شوط ثاني الحين. هذا مدربنا. بتفوق عليك بعد الشوط الثاني بعد. يعني لا يحتاج تتفلسف على مخي. كذا حوارك على طول سكب عليه. احد قال له انت تحدك انت ماجد الثالث. استحوذ استحواذ 60% 60% جاي زعلان يقول تفوق علينا في الطلب. انا ما فعل كابتن ماجد ذا. هذا هو كل الاول. اي إيه الثاني الثاني الثالث الثالث. اي دقني جديد من بعيد. ذي هدف جديد من بعيد. هذه هدف. عم شو راح يطلع لها. هذا هدف. اتوقع بدايه كابتن ماجد كانت ضعيفه جدا. هي تسديدات من بعيد. يعني هذا الحين عبد الناشف صح؟ خذ حارس. لا هدف. يا انا من الغباء اللي سويته. والله غلط غلطة عمر. تحمل غلطة دي يعني. والله قوية ذي لو قلبوا علي. والله استاهل. حلو حلو. حلو حلو حلو. شكرا شكرا بشار شكرا بشار. والله الموجود اللي قاعد تسوي بشار اني ما اضيعه. قلنا مين ان شاء الله بس. يلا اطلع كابتن ماجد.
حلو 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 خلاص انفتح الدفاع قدامي حلو كم باقي من الوقت؟ باقي تقريبا 20 دقيقة 10 دقائق في هاتريك كابتن ماجد حلو حلو سدد سدد يوه كتف لي يا اخي كتف لي والله كتف لي حلو 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 والله فريق يا اخوان ليل اطلع يا كابتن ماجد الله يغربلك تكفى تكفى الكورة حلو باقي دقيقة يا اخي ليه؟ ليه يا محمد ليه؟ تكفى تكفى الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله انتهى الوقت؟ يس طبعا يوم اخطا بالكرة الجمهور عاتبوه اتوقع الوقت انتهى لكن الحكم طيب فزنا بالكاس نشوف التتويج هدفين كابتن ماجد شكرا كابتن ماجد ما قصرت والله لكن فريقك يحتاج الى القوه الزائده يعني يحتاج الى اعضاء يعني فريقك طبعا هذه كذا تعتبر الحين هذه عندنا المباراه الاولى في البطوله طبعا غيروا مركز كابتن ماجد صار مركز كابتن ماجد اللي هو صانع اللعب من دون اي اضافات في الدكه نخش المباراه ونشوف بيت المباراة هذا هو الباي خلاص خلص المباراة من بدري خلص المباراة من بدري يا اخي كيف اما متسلل والله ما انتبه ترى الخريطه ترى زين لعب قريب لعب قريب قريبا هدف قاعدين شاب لي ذا
Flon. A de Gasser. A de Gasser. Se va a fin y me da el nuevo día. Ojalá allí es de que está mal cobra. الله يا ويلك الله يا ويلك الله يا ويلك هدف يا اخي انا ما درت شو اقول شرط جلافة حلو هدف يا اخي الشوط حقهم اول مرة لا شكلهم بيدقون واجد سدد اسدد اسدد اخي ليه يا حاطك كتير ماجي دخلت قبلها يا اخي شلون حكم حلو حلو الله قهر والله قهر يا اخي قهر والله قهر كذا المرور كذا بالراحه يا اخي جاي مرور من الدفاع ترى وفجاه طلع مهاجم الله يغربلك يا حارس الله ينكبك يا وجه النكبه بالشار روح اشتكي عليك في اليابان كلها يا شيخ حط عند رجوله كان يقول ابيك تجيب التعادل اطلع اطلع كابتن ماجد اطلع ما ينفع معهم ذولي خلاص لا تكون محن طيب لا تكون محن طيب في احد بيجي ايوه هذا كلام في احد ثاني بيجي شلون؟ انا يوم كنا بنقول له راح سجل انت الشوط حلو هو ما ادري وليد له فريق خاص انا ما شفت اسم وليد من ضمن الفرق الثانيه اما بنزل ذا マネージャー、ちょっと早く来て。
اما بينزل هذا الجديد هذا هذا اللي تيصاب بوقت غلط ما انا فاضي قطع بحوار خلاص نص المقطع راح كله من حوارات طيب اوكي تخطى الحوار لا بعد يسويني كذا